سوريا اتقسمت دول جوه الدولة، قوى عظمى ودول جوار وتنظيمات إرهابية مسلحة. نظام بشار الأسد مدعوم من روسيا وإيران، وقوات المعارضة مدعومة من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية بتحظى بدعم وتمويل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، ده بخلاف مناطق تواجد لتنظيم داعش الإرهابي والعشائر والأقليات. التورته توزعت وكل فصيل اخذ نصيبه، فيا ترى مين المسيطر في سوريا والفين وصلت الدوله بعد اكتر من 12 سنه على الثوره وبدايه الحرب الاهليه. صباح 15 مارس سنه 2011 وبعد اشهر قليله على ثورتين في تونس ومصر، اندلعت احتجاجات سلميه في محافظه درعا جنوب سوريا بالطالب الرئيس السوري بشار الاسد بالرحيل. الاحتجاجات المطالبه بتنحي الاسد عن الحكم بعد لما تولى المنصب سنة 2000 خلفا للرئيس حافظ الأسد، اتحولت لحرب أهلية بعد قرار الأسد باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، واتسعت رقعة المظاهرات بمختلف المحافظات بما فيهم العاصمة دمشق. وهنا بدأت حكاية حرب شاملة استمرت 9 سنين وتسببت في تقسيم دولة كانت كيان واحد وقتل قرابة 500,000 سوري بخلاف تهجير الملايين للدول بمختلف بقاع الأرض، وانتهت باتفاق وقف إطلاق النار وقعته روسيا وتركيا سنة 2020. يعني مش نظام الأسد ولا المعارضة، دي دول خارجية وضعت أقدامها في الأراضي العربية السورية. الثورة والحرب الأهلية السورية مرت بمراحل مختلفة، بداية من حراك أول 2012 لما سيطرت قوات المعارضة على مناطق واسعة واستمر الوضع حتى 2013، وهنا ظهر تنظيم داعش في سوريا والعراق وأعلن في عام 2014 قيام ما أسماه خلافة الدولة الإسلامية. في السنة دي الوضع كان كارثي على نظام الرئيس بشار الأسد، وكان قاب قوسين أو أدنى إنه غادر السلطة والضغط من كل الاتجاهات، فمن جهة داعش سيطر على مناطق واسعة في الشمال السوري، ومن جهة تانية المعارضة بسطت نفوذها وبقت صاحبة الكلمة العليا لدرجة ان الجيش الحر سيطر على 70% من الاراضي السورية في عام 2013، والنظام كان بيتراجع وبيخسر ارض يوم ورا التاني، وده اللي خلى الاسد يستنجد بحليفه الروسي وفعلا لبت موسكو الندى وشنت عملية جوية قصفت فيها مواقع المعارضة السورية وضاعفت قواتها الموجودة في سوريا 4 اضعاف. والعملية دي بالتحديد كانت العامل الرئيسي في انقاذ نظام الأسد من الهزيمة، وده بالتزامن مع تدخل إيراني قوي في الوقت ده من خلال قوات الحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني لحماية مصالح طهران ودعم الأسد للبقاء في الحكم. في الناحية التانية كانت أمريكا والتحالف الدولي بيدعموا فصائل كردية وعربية عرفت بقوات سوريا الديمقراطية، ومثلت تركيا أكبر داعم للمعارضة السورية واللي بمرور الوقت كانت بتتراجع وبتخسر الأرض لصالح نظام الأسد. تنظيم داعش اتقضى عليه رسميا في 2017، والمعارضة فقدت مناطق نفوذ كبيرة، والأسد كان بيرجع للحياة من جديد. ورغم توقف الحرب من 2020 وبعد كل السنين الصعبة دي، فضلت سوريا بلد ممزق بيخضع لسيطرة دول وفصائل وجماعات مسلحة. فمن يحكم سوريا الآن؟ البداية بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، واللي خرج من عزلته مع عودة سوريا للجامعة العربية وزيارته للسعودية والإمارات وروسيا وكمان الصين من أيام قليلة. نظام الأسد بيسيطر على حوالي 63% من الأراضي السورية بدعم روسي إيراني كبير، وبيسيطر بشكل شبه تام على محافظات الساحل والوسط وجنوب البلاد وعلى أجزاء من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب، أكتر المناطق السورية اللي بتعاني الفرقة وسيطرة أطراف مختلفة. ومع أن نظام الأسد بيسيطر عسكريا على محافظة درعا بشكل كامل من يوليو 2018، إلا أن السيطرة هشة مع وجود مجموعات عسكرية بتنشط ضد النظام من وقت لآخر، والأمر نفسه في محافظة السويداء. في المرتبة الثانية للسيطرة على الأراضي السورية تأتي قوات سوريا الديمقراطية والمعروفة بقسد، وتشكلت رسميا سنة 2015 وقت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تقديم أسلحة لجامعات الشمال السوري لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وبتحظى بدعم كامل من أمريكا. سوريا الديمقراطية بتسيطر حاليا على 25% من الأراضي السورية، وليها نفوذ في أجزاء من محافظة الرقة ومحافظة الحسكة ومحافظة دير الزور شمال شرق نهر الفرات، وكمان أجزاء من محافظة حلب، وبتنقسم مناطق سيطرتها إلى منطقتين، أولهم مناطق واسعة في شمال شرق سوريا وبتحتضن القواعد الأمريكية، أما المنطقة الثانية فهي تل رفعت شمال غرب سوريا، ودي بتحتضن قوات روسية وقوات تابعة للنظام وميليشيات إيرانية، وبتتكون من فصائل وجماعات الأكراد المسلحة بالأساس ومعها بعض العشائر العربية والعرقيات ذات الأقلية. قسد بتضم جماعة تعرف بوحدات حماية الشعب وتشكلت سنة 2016 لإدارة مناطق الشمال الشرقي السوري، وكمان ما يعرف بوحدات حماية المرأة والمكونة من مقاتلات كرديات بتعمل بشكل مستقل وتشكلت سنة 2013.
ومن أهم جماعات قوات سوريا الديمقراطية ما يعرف بالصناديد، وتشكلت لمحاربة تنظيم داعش وبتنحدر من قبيلة شمر العربية. القوات اللي بتحظى بدعم واسع من أمريكا سواء أموال أو أسلحة دخلت في الأشهر الأخيرة في اشتباكات مع عشائر عربية في مجلس دير الزور العسكري، وما زالت الاشتباكات قائمة. في المرتبة الثالثة بتيجي فصائل المعارضة السورية والمسيطرة على نسبة بتصل لقرابة 11% من الجغرافيا السورية، وبتتوزع مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وشمال حلب، وفي منطقة تل أبيض ورأس العين في الرقة والحسكة، وفي منطقة الزكف والتنف جنوب شرق البلاد. سيطرة المعارضة متنوعة وبتحظى بدعم تركي، فمثلا قوات الجيش الوطني موجودة في شمال حلب، وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، وقوات سوريا الحرة المدعومة من الولايات المتحدة بتسيطر على قاعدة المثلث الحدودي مع العراق والأردن. وبشكل عام بتسيطر المعارضة السورية على المناطق الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، وهي المنطقة اللي سيطرت عليها تركيا في عملية نبع السلام أكتوبر سنة 2019. كمان بتسيطر المعارضة على شمال غرب سوريا وبالتحديد إدلب وعفرين وشمال حلب. ومن بين القوى المسيطرة في سوريا بيجي تنظيم داعش الإرهابي، واللي رغم إعلان القضاء عليه رسميا قبل 6 سنوات إلا إن قواته ما زالت موجودة وبتسيطر على مناطق في الحسكة، ونفذت عملية عسكرية كبيرة في 2022 لما حاولت تقتحم سجن الصناعة بالمدينة. سوريا بتعاني الفرقة والتمزق والتجزئة بشكل غير مسبوق في تاريخها، وبتخضع لتدخل خارجي متنوع لقوى عظمى. فيكفي اننا نعرف ان عدد المواقع العسكرية للقوات الاجنبية في سوريا بلغ نحو 753 موقع وفقا لاخر احصائيات عام 2023. المواقع دي بتشمل قوات تابعة لإيران وروسيا الداعمين لنظام الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة شمال غرب سوريا، والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، مع فئات من المعارضة السورية الأخرى. الإحصائيات بتقدر عدد نقاط التحالف الدولي والقوات الأمريكية في سوريا بنحو 28 موقع، أغلبها في محافظة الحسكة، وبتقدر عدد النقاط العسكرية الروسية بنحو 132 موقع، وتم دمج بعضهم مع دخول روسيا في الحرب ضد أوكرانيا وسحب مجموعة من القوات، والمواقع دي كلها لدعم ومساعدة نظام الأسد، وهو الأمر نفسه للنقاط العسكرية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني والموجود في أغلب المناطق السورية، وعددها وصل ل 469 موقع في حلب وريف دمشق وحمص ودير الزور ودرعة وحماة. النقاط العسكرية التركية حاضرة وبقوة في الأراضي السورية، وعددها وصل ل 124 موقع أغلبها في محافظتي حلب وإدلب، مع وجود رغبة تركية في اقتطاع حوالي 30 كيلومتر وتخصيصها لإعادة 2.5 مليون سوري لاجئين في تركيا فيما يعرف بالمنطقة العازلة. في النهاية روسيا الداعمة لنظام الأسد عززت وجودها في ميناء اللاذقية وطرطوس، وسحبت قوات من بعض المناطق بالتنسيق مع تركيا، واللي بتحاول اقتطاع جزء من الأراضي السورية فيما يعرف بالمنطقة العازلة وطرد اللاجئين الموجودين على أراضيها. والتحالف الدولي وأمريكا بيسيطروا على مناطق النفط في سوريا، وبيدعموا قوات قسد المسيطرة على ربع التراب السوري، وداعش لازال موجود، وملايين السوريين ما بين لاجئين في الداخل أو الخارج. فمتى يتم لم الشمل وعودة الوحدة لكامل الأراضي السورية؟